فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة. وعيد فتنفيذ، وبينهما أسابيع قليلة من الجدل القائم في تونس بشأن استقلالية القضاء. ففي ساعة متأخرة من الليلة الماضية ومن مقر وزارة الداخلية، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد على حل المجلس الأعلى للقضاء: من حقكم التظاهر، ومن حقنا ومن حقكم كما استمعت إلى ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء. هذا المجلس الذي صار مجلسا تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، ليس هذا بالقضاء. سعيد الذي أكد حق التونسيين في التظاهر إحياء لذكرى شكر بلعيد، ذكر أيضا بتقصير العدالة بل وبتلاعبها بملف اغتياله، مشددا على حق التونسيين في معرفة الحقيقة وقضاء عادل. سيحيي التونسيون ذكرى استشهاد الشهيد شكري بلعيد، وسيطالب التونسيون أيضا، وأنتم تعلمون ذلك، بحل المجلس الأعلى للقضاء، لأن القضية بقيت في رفوف المحاكم لسنوات عديدة وتم التلاعب بها من قبل عدد من القضاة. خطوة الرئيس التونسي هذه سبقتها خطوات أبرزها وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وكذا إصراره على عدم السماح بوجود دولة للقضاء بل قضاء للدولة.